منظمة الحل الفلسطينية لما طلعنا من بيروت بسنة 83 وجينا على تونس فتحوا مدرسة خاصة بالفلسطينيين اسمها مدرسة القدس، لأنه كان عدد الجالية تقريبا كبير فبيقدر يستوعب مدرسة يعني كاملة. كان الكادر التعليمي كله فلسطينيين والكادر الإداري فلسطيني، التعليم مجاني تماما، الكتب من عندهم، عند باصات بتاخذنا وجبنا على بيوتنا. فمن نحن وصغار يعني كانت المنحة من التعليم الابتدائي لحديت حتى ما كملت أنا بالبكالوريا بسنة يعني. بعدين توجيهي قدمته بالمدرسة العراقية، لأنه لما صارت اتفاقية أوسلو سكرت المدرسة، صارت الجالية عددها قليل جدا فتستوعبش مدرسة يعني. المنحة الجامعية أنا بعد ما كملت توجيهي كنت بكالوريا أدبي، وكنت صراحة مش هكلاني هم إن أنا شو بدي أعمل بعدين، لأنه تلقائيا كنا بنقدم، الوالد بعتبر إنه هو بيشتغل في منظمة التحرير الفلسطينية كنا بنقدم أوراقنا عن طريق المنظمة وبيعطونا منحة تلقائيا. صراحة ما كانش في أي صعوبات، عدم وجود منحة من منظمة التحرير الفلسطينية كان بالنسبة لنا هاجز كبير، لأنه شو بدنا نعمل؟ ما عندناش خيارات أخرى يعني. فمنظمة التحرير الفلسطينية كانت يعني صراحة مريحتنا من هذا الجانب وعطتنا المنحة بكل سهولة، ما كانش في أي صعوبة يعني. الوالد كان ضد إنه بنت تسافر بريت البلد لحالها، فيا كانت المنظمة حتعطينا منحة يا كنا حنقعد في البيت، ما كانش حيالنا ولا إنجاز نقدر نعمله يعني. لما دخلت الحقوق ما عادي، ما كنتش بحبها كتير، عادي يعني اختصاص عادي، بس بسنة تانية صارت علاقة الحب مع القانون والحقوق. صراحة درسني الأستاذ محمد فيصل شديد سنة تانية قانون مدني، دروس مسيرة وقتها، وكان يعني على فكرة كان هو يعني بدرس جروبات معينة، لكن كانوا في طلاب بيجوا من جروبات تانية بدرسوا عنده، لأنه ما شاء الله كان أستاذ جدا متمكن، ومش بس بشرح لك المادة، هو بيعطيك أفق أوسع يعني، كنت حتى تصير عندك تفكير أكثر بالمادة القانونية وبفلسفة القانون أكثر. صراحة ظليت متأثرة بتدريسه لإلي، إن حبيت المادة وكنت الحمد لله متمكنة منها، إني كملت الماجستير قانون خاص، كمان في إشي اسمه علاقة بالمسؤولية العقدية والتعويض اللي هو درسني إياه بسنة ثانية، وكمان عملت الدكتوراه تاعتي بنفس المجال. فاستمرت محبة المادة من سنة ثانية إلى حين ما كملت الدكتوراه. لما كنت بسنة أولى تقريبا أنا كنت الفلسطينية البنت الوحيدة يعني، كلهم ما شاء الله كانوا شباب. كنت بحضر محاضراتي، وكان عندنا مواد بالفرنسي، كان عندنا الحق نحن نقدمها بالعربي بس الترجمة علينا نحن يعني. كنا نستعين ببعض الزميلات التونسيات بترجموا لنا المحاضرات، بس كان عندنا مشكلة انه شبابنا بيفهموش الخط التونسي، انه خطهم مش شرقي. فكنت بكتب بحاول قدر الامكان اساعدهم ان انا اعيد اكتب المحاضرات مرة تانية بخط شرقي. فكانوا بتدلل شوي احيانا، مثلا بقول لي واحد والله الخط كبير صغرين اياه شوي، واحد بيقول لي الخط صغير كبرين اياه شوي. فكنت بضطر اعمل نفس المحاضرات على نسختين، نسخه بخط كبير ونسخه بخط صغير، هي محاضرات المواد العاديه اللي بالعربي اصلا. ونفس الشيء كان بالمواد اللي بالفرنسي، وكنت كمان بحطها بمكتب الطباعه الفوتوكوبي عشان كمان التونسي ياخذوهم. فكنت بكتب تحت مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق، وبكتب هدى العقيدي بوقع. فكانوا التوانسة لما يشوفوني بيقولوا لي انت هدى الفلسطينية اللي كنت بتحطينا المحاضرات بالفرنسي بالعربي بالفوتوكوبي، فبقول لهم اه. فكانوا دائما يشيروا انها هي الفلسطينية، هي الفلسطينية. فبصراحة كان بالنسبة لي فخر يعني، يقولوا هاي الفلسطينية عم تساعدنا مش بس كشباب فلسطينيين، حتى كتوانسة كانوا معنا بالجامعة. وبالنسبة للشباب اللي كانوا يجي جداد، مثلا كنت سنة ثانية او سنة ثالثة، كنا بنحاول قدر الامكان انه نحتويهم وبنفس الوقت نعطيهم نصائح على الدراسة انه كيف يدرس. وفي كمان ممكن احيانا في مواد كانت صعبة عليهم شوي، خاصة الحقوق سنة اولى صعبة، لانه قبل هيك ما كناش ندرس اشي له علاقة بالحقوق، ففي مصطلحات كانت صعبة كتير صراحة يعني، بده واحد يتعود عليها. فكنا صراحة احيانا نقعد نفهمهم المادة شوي، خاصة المصطلحات القانونية. كمان كان عندهم اشكالية كبيرة بالمنهجية القانونية، انه كيف بدك تجاوبي على الامتحان، كيف بدك تعملي موضوع نظري وموضوع تطبيقي. فقدر الامكان صراحة كنا بنحاول نساعدهم، كان مش بس من باب المحبة، انا بعتبرها كان واجب وطني انك انت تساعدي اولاد بلدك في مكان هي برة البلد يعني. انا لما كملت بكالوريوس كان في عندي مشكلة، مش بس انا يعني، اعتقد مشكلة موجودة عند كل اللي بيحمل الجنسية التونسية، انه سوق العمل مش مفتوح لنا، ما فيش امكانيه نحن نشتغل. خاصه لما بدك تعملي مثلا تدخلي اي مناظره وطنيه تونسيه، الشرط الاساسي انه يكون عندك جنسيه تونسيه، ونحن كفلسطينيين ما عندناش حق نحن ناخذ جنسيه تونسيه حتى لو قعدنا فتره طويله بالبلد.
ما قدرش تاخديها. في عندنا بروتوكول الدار البيضاء بيمنع منح اي جنسيه عربيه للفلسطيني محافظه على الجنسيه الفلسطينيه والقضيه الفلسطينيه تبقى مستمره. وبنفس الوقت ما كانش عندنا في الحق في العمل يعني. فطبعا هون المفروض انه يكون في اتفاقيه ثنائيه بين دولة فلسطين ومثلا دولة تونس لتسهل علينا نحن كفلسطينيين موجودين خارج فلسطين خاصة في الوطن العربي. كملت ماجستير كمان عن طريق منحة وكمان كانت الحمد لله جدا سهلة. أنا بصراحة لما قدمت سواء على البكالوريوس أو قدمت على منحة الماجستير كانت يعني تعتبر كأنه شيء شكلي يعني بس قدمي ورائك وأمورك تمام وحنقبلك في نعطيك المنحة وتقبل تكملي دراستك. فكانت سهلة جدا صراحة يعني دغري ما فيش. أنا حاولت أدخل ميدان العمل ما كانش في مجال دغري عملت سجلت ماجستير وكملت الماجستير. الماجستير كنت أنا شعبة قانون خاص. طبعا أول سنة تدرس دراسة عادي محاضرات وكل شيء وبعدين نعمل رسالة الماجستير. الحمد لله رب العالمين وقتها طلعت الأولى على دفعتي في القانون الخاص. طبعا أجمل ذكرى في حياتي كلياتها هي ذكرى الماجستير. أخذت بعدين دكتوراه وتزوجت وجبت طفل كلها فرحة في حياتي لا أنكر، لكن أكبر فرحة في حياتي هي الماجستير. والحمد لله كان لي شرف أن أكون أول فلسطينية في تونس بتلبس اللباس التقليدي الفلسطيني في مناقشة رسالة الماجستير. أنا عم بناقش ما كنتش هدى العقيدي، كنت فلسطين. عن جد حسيت حالي أنا فلسطين. وحتى الناس اللي كانوا عم بيحضروا الماجستير طلاب التوانسة العاديين أنا ما بعرفهمش كانوا بيقولوا هاي فلسطينية اللي عم تناقش فلسطينية لأنه عرفوني من لبس التقليدي توب الفلسطيني عرفوا هاي فلسطينية. فأخذت الحمد لله الأولى على دفعتي واتصلت في الجامعة بعد كم يوم فقالوا لي نحن بدنا نكرمك مثل ما بنكرم بقية الأوائل على بقية الشعب. كان عم بيحكي معي بالتليفون سحبيب بن رجب اللي هو مسؤول عن الماجستير والدكتوراه بالكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. فقال لي نحن بدنا نكرمك وبالله بالله بالله بدي أطلب منك طلب. قلت له تفضل. قال لي بالله التوب الفلسطيني انت كنت لابسيته بالمناقشه الماجستير بدنا اياك ترجعي تلبسيه بالتكريم تاعك في الكليه. قلت له ان شاء الله اوكي. قال لي بتعرفي ليش؟ قلت له ليش؟ قال لي لانه حسيت فلسطين اجت عنا على الكليه. فكان شعور جدا رائع صراحه يعني. انا حتى وقت قلت له انا كثير كثير ممنونتك سحبيب على الكلمه هاي وانا كان لي الشرف اني اكون بمثل فلسطين. رحت بالتكريم وكنت لابسة لباس التقليدي الفلسطيني وكنت لابسة خلطة فلسطين. نادوا طبعا للناس اللي مكرموهم وبعدين نادوا لي لأي أنا فقالوا هدى العقيدي شعبة قانون خاص. طبعا أنا طالعة بالنص وفي على يميني ناس وفي على يساري ناس معظمهم أساتذة الجامعة يعني. فأنا مرأة فهم صاروا بيطلعوا علي بيقولوا هاي هي الفلسطينية هاي هي الفلسطينية. حسيت حالي فلسطين مش بمثل فلسطين حسيت حالي أنا وقتها فلسطين. كانت فرحة يعني جد عن جد لا توصف يعني. حتى وقتها أنا صار جسمي كله يرجف إنه أنا صرت فلسطين مش بس ممثلة عن فلسطين. أنا جدا بتشرف يعني في يوم ما خليت الناس تتذكر فلسطين صدقا. نحن مش لازم يعني الواحد يكون أناني إنه لازم أنا أكون فلان الفلاني فيحكوا علي. أوكي كل إنسان عنده هذا الشيء لكن شخصيتنا بتنصهر مع فلسطين. فلما الناس تقول فلسطين هذا يكفيني فخرا مش ضروري يقولوا هدى العقيدي. يكفي يقولوا والله الفلسطينية عملت الفلسطينية سوت. هذا في حد ذاته بيعتبر إنجاز بالنسبة لي لأنه طالما عملنا إنجاز لبلدنا فهو إنجاز لأننا نحن كمان. بس أنا بعد الماجستير درست 3 سنين بنفس الكلية كلية الحقوق والعلوم السياسية. درست فاكاتير بسموه اللي هي أستاذ بالساعات يعني. بس ما كانتش يعني هي كانت تجربة منيحة بس ما فتحتش آفاق أكبر. لأنه مثل ما حكينا قبل إنه لازم يكون في اتفاقية ثنائية عشان يكون في يعني حق العمل للفلسطينيين في تونس. أخذت الدكتوراه بسنة 2016 يعني كنت بعمل دكتوراه بنفس الوقت بشتغل كاتبة في مكاتب المحامين يعني. 2016 أخذت كملتها وقلت ممكن تفتح لي مجال أكبر يعني إنه بالتدريس وما التدريس. كمان كنت أعاني من نفس مشكلة ال ما فيش إمكانية تدريس حتى في الجامعات. المجلس محاكمين دوليين بيعمل دورات تكوينية في التحكيم. أنا شفت الإعلان قلت خلينا نروح أشوف يعني إذا في مجال. بصراحة أنا عمري ما استسلمت. في أي مكان بلاقي إنه في مجال أو حتى ما فيش مجال إن أنا أشتغل أو إن أنا أقدم وراي كنت بقدم وراي. بقول إلا يوما ما تزهر يعني إلا يوما ما تزبط معي ويصير في مجال. الكاتب العام بالمجلس بتيجي المرتبة الثانية بعد المدير التنفيذي. الكاتب العام هو عادة المهتم بكل أمور المجلس من التعامل مع الأعضاء أعضاء المجلس من الدورات
تكوينية، الناس بتصلوا فيه بيسألوا عن استفسارات كذا. بنعمل كمان عندنا مجلس علمي في مجلس محاكمين دولية، بنحضر محاضرات اللي بدنا نقدمها للناس في التكويني. كمان القضايا اللي بتجينا للنظر فيها في التحكيم كمان بتقبلها، وبتقابل مع الناس اللي عندهم هاي القضايا، باخذ فكرة عامة عن القضية تاعتهم، بعدين بيقابلوا المدير التنفيذي عشان ينظر في القضية تاعتهم. أعظم شعور كمان لما بعد ما اشتغلت في المجلس إنه صنعتي محاضرات، لأنه هي عبارة عن محاضرات تكوين، محاضرات بتتعامل مباشرة مع الناس، بتعطي معلوماتك وبيسألوك وبيستفسروا تجاه تعطي. فبالنسبة لي أكثر مهنة أنا بحبها في حياتي مهنة التعليم، بحب أتعامل مباشرة مع الناس، سواء كانوا حتى كنت بالمدرسة نفس الشيء يعني. الحمد لله الحمد لله تركت أثر طيب عندهم يعني، ولساتنا ليومنا هذا على تواصل مع بعض، ودائما بقول لهم أي شيء تحتاجوه المجلس هو بيتكم يعني، ومرحبا فيكم في كل وقت. ما منضايقش إنه حدا يجينا، بالعكس إحنا نفرح فيهم كتير يعني. اللي كانوا يجوا من خارج فلسطين، هلا أنا مثلا بالدكتوراه ماخذ الدكتوراه وكاتب باسم الدكتوره هدى العقيدي، كتير بيبعتوا لي من فلسطين، والله نحن بدنا نعمل دكتوراه بتونس، شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، كيف بدنا ناخذ موافقه مبدئيه من الاستاذ المؤطر عشان يعطونا الفيزا ونجي على تونس. هلا قدر الامكان بحاول اساعد، لكن قدر الامكان بساعدهم بموضوع انه كيف بدنا نعمل البحث القانوني دكتوراه يعني، لانه عندنا مشكله ما بين الشرق والغرب، انه تونس كان منهجيه قانونيه طريقه معينه في البحث، عندنا بالشرق مش نفس الطريقه، فبدهم شويه وقت ليتعودوا على الطريقه الجديده. فقدر الامكان، وحتى من حتى الاساتذه المؤطرين بلاقوا كمان صعوبه يلاقوا استاذ مؤطر، فقدر الامكان بنحاول نساعدهم انه يلاقوا استاذ مؤطر، وكمان انه الموضوع كيف يشتغلوا عليه، كيف يظبطوا موضوعهم بطريقه منهجيه قانونيه عشان ما يتعبوش بعدين، لانه لما بتكت بغلط وبعدين ترجع بدك تصلحي حيكون الموضوع صعب كثير، بس لما تبلشي من البدايه صح الموضوع بيكون سهل عليك اكثر يعني. فضل منظمه التحرير في اعطائنا المنح الدراسه تكميل الدراسه الجامعيه ما توقفش على شخصي، يعني احنا ما شاء الله عيله كبيره. نحن ثمانية اخوات، ست شباب وبنتين، كلنا اخذنا منح جامعية عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية. اخوي الكبير كان بكالوريا علمي واخذ منحة كمان عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية بالدراسة في باكستان، فدرس هندسة كمبيوتر في باكستان. اخواتي التانيين باقيين كليتهم درسوا في تونس، وحاليا عندي اختي الصغيرة زينب تدرس سنة ثانية صحافي في منوبة. لولا المنحه اللي اعطتنا اياها المنظمه، اول شيء لولا الدراسه الابتدائيه اوكي ما بعرف شو كنا بدنا نصير يعني، ولولا المنحه الجامعيه كنا قعدنا في البيت وصرنا ربات بيوت تقليديات، ما عندناش اثر كبير ممكن نتركه، ممكن نصير امهات تقليديات انه تربي اولادك وتكبريهم وتعلميهم، بس انا كشخصيه ما كانش حيكون عندي شخصيتي الذاتيه بنفسي يعني، مش حعمل صوره لإلي غير ان انا اكون ام. فلولا هاي المنحه ما كناش كملنا دراستنا، وما كانش كان عندنا دافع قوي انه ننجح في حياتنا العمليه. ولما تكوني مرتبطه بمنظمة التحرير الفلسطينية، لما تكوني مرتبطة بفلسطين بتكوني مسؤولية عليك أكبر، لأنك يعني بدك تعطي أبهى صورة لبلدك وأبهى صورة للمنظمة اللي أنت بتنتمي لها. يعني هي عملت معنا خير، عطتنا منحة وخلتنا نكمل دراستنا، على الأقل نقابل هذا الخير بخير مقابل يعني. فمنحاول كنا قدر الإمكان نحن نثبت ذاتنا، وإلى حد ما بقدرش أقول لك أننا ثبتت على الآخر يعني، دائما لساتنا بنعطي ومستمرين إن شاء الله في العطاء، لكن أعتقد أن احنا يعني تركنا بصمة إيجابية في الكلية اللي كنا ندرس فيها، أو حتى في أماكن العمل اللي عملنا فيها. والحمد لله أمنية حياتي أن نعمل كذا كتاب وأعمل كذا مقالة، ويكون في يعني يوما ما أصير مرجع للناس اللي بدرسوا قانون.